الصعيد الجديد لمحترفي الأول اتحاد بسكرة. بدأ الموسم الكروي بفوز ثمين على حساب الضيف نادي أتلتيك بارادو. أبناء زيبان لم ينتظروا كثيرا وتمكنوا من تسجيل الهدف الأول والوحيد في هذه المباراة عن طريق المهاجم سعدي الذي استغل ارتباك في دفاع الباك وأسكن الكرة شباك الحارس توفيق موسوي، وكان ذلك في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول. اتحاد بسكرة كان بإمكانه إضافة الهدف الثاني عن طريق دائما مساعدية الذي أخطأ التصويب هنا. نلعب دقيقة 15، نادي بارادو يضيع فرصة تعديل النتيجة عن طريق آدم زورغان. شوط المباراة الأول انتهى بتفوق اتحاد بسكرة. المرحلة الثانية كانت بدايتها للمحليين عن طريق سامير صاحب هذه التسديدة. غير أن ما تبقى من شوط المباراة الثاني كان كله لصالح نادي بارادو الذي سيطر بالطول والعرض على مجريات اللعب وضيع العديد من الفرص عن طريق كل من البديل عبد القادر قادري وحمزة موالي ورياض بن عياد. عناصر بارادو ضيعوا نقطة التعادل ليعلن الحكم أزرار نهاية المباراة بفوز الاتحاد.